كثرة الكلام تلوث لك صحيفتك، كثرة الكلام توقعك في الخطأ، فقلل الكلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، يعني كلمات قليلة. إذا واحد بيكتب وراء الرسول يستطيع أن يكتبها، واحد بيعد الكلمات يستطيع أن يعد كلمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.